وصادفني هذا الرجل ذو الشيبة المباركة. حجي إذا تسمح هنا يمي بدون زحمة عليك، يعني هذا الرجل يود أن يرسل رسالة وطنية إلى المواطنين. الله يساعدك حجي. هلا أخويا، السلام عليكم. عليكم السلام. احنا عراقيين، أتعلم للعراق. أنتم بعضكم مصائر من أمة، واللي بعمري شايف العراق. العراق كان جنة. الله ينتقم من عبد الكريم قاسم اللي انقلب، صار انقلاب. من ذاك الوقت العراق ما مرتاح، لحد الآن العراق ما مرتاح. وهسه زاين خونة ذيبوقون العراق، ذيبوقون الغازات، ذيبوقون النفط، ذيبوقون الكبريت. حجي انت ليش جيت صوتت اليوم؟ ليش شاركت بالانتخابات؟ والله شاركت بلكي نحصل على انسان طيب يجي يحكمنا، وهاي التفرقه يشيل. هذا عربي، هذا كردي، هذا تركماني، هذا شيعه، هذا سنه، هذا الخونه مخلي هذا. حتى الناس واحد يروح ويا الاخ يتكاون، هذا ياخذ الخيرات. مثل شلون يقول هسه يسوون هالشكل. اكفد مثال، جافد واحد داخل على مزرعة ماله، ملا وسيد درويش ياكل يزلم. هذا واحد ما يقدر على ثلاثة. قال يا درويش هذا سيد، هذا ما يخالف، هذا رمال رسول الله، هذا ذريته ما يخالف، خلي ياكل. هذا قال يعني ما علي. هذا هو اخذ هذا شدر رجله خلاه. اذا على سيد، على ملا قال على سيد، قال سيد انت اولاد رسول، انت شلون تاكل مال؟ هذا ملا قال والله ما علي، اخذ شد رجله خلاه هنا. اذا على ملا قال ملا انت كان توعزنا كذا، لا تاكلوا، لا تبوقوا، لا تقتلوا. هذا بقى واحد بقى ضرب كل الثلاثة. هسه دا يسوون عراقيين هالشكل. عيب واحد يقول أنا مو عراقي، عيب واحد يخدم وطنه. اللي ما يخدم وطنه لا عنده غيرة ولا عنده دين ولا عنده شرف، ما عنده. اللي يخون وطنه يخون عرضه، يخون دينه، يخون مذهبه. احنا عراقيين، احنا ما نفرق. احنا عراقيين ما نفرق. كفانا البوق، كفانا القتل، كفانا جوجل خزينة يقول ماكو فلوس والطلاب يطلعون وماكو تعيين، والله يقول فلوس ماكو تعيين. وين راح هذا الفلوس؟ العراق كان دينار واحد، والله كان وقتنا، والله وبالله دينار. تنطي دولار يقول ما اريد دولار. دينارنا كان واحد، ثلاث دولارات يسوي. ما له سبب يقولون منو؟ وين اكو نايب ياخذ 100 مليون 40 مليون؟ رئيس جمهوريه ياخذ 200 مليون، وين اكو هذا؟ روحوا شوفوا الخارج، يركبون على الباسكير يخدمون وطنه. تعال شوف الحال الوطن. انت توجه رساله انه لازم يخدمون وطنهم؟ وطنهم. نعم. اللي ما يخدم وطنه يخون وطنه، غيره ما عنده، شرف ما عنده. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبي حجي. الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا.